النهارده معانا قصه مختلفه، قصه عم فوزي. هو اكبر واريق عازب في مصر. عم فوزي عنده 78 سنه، خد قرار ان هو مش هيتجوز ابدا في حياته من وهو عنده 23 سنه، حتى على حسب كلامه، حتى لو الواحده جابت له دهب وماس. هو شايف ان كده رايق من غير جواز، وشايف ان عمره ما ندم على قراره بعدم الجواز. هنتكلم برضو معاه اكتر ونعرف قصته. فوز احمد محمد عبد المنعم، تمام، 78 سنه، 78 سنه، 78 سنه من غير جواز، بدون جواز. كلمنا بقى اكتر، انت ليه ما اتجوزتش يا عم فوزي؟ والله يا حضرتك مشاكل اتفضل كتير. كلمنا بقى اللي خلاني عملت اضراب عن الجواز. عايزك تحكي لنا من البدايه بقى، من بداية قصتك خالص، ليه خدت القرار اللي انت مش هتتجوز؟ انا راجل الشغل بتاعي احذية جزم، فكنت في العراق من سنة 21، وبعدين كان ليا زمايلي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، فكنت انا بكتب لهم الجوابات، والفلوس مصروف البيت بيروح على يدي. فحصلت مشاكل بين الست والراجل بالنسبة للفلوس والمصروف، رغم ان المصروف رايح تمام، بس الجيران بقى يضحكوا على بعض. جوزك يا اختي مسافر العراق، ده الفلوس في الشارع ومرمية، وبيلموا الفلوس في الشويلة وبتاع. يعني كنت انت في العراق وانت اللي بتكتب الجوابات، كنت انت في العراق وانت اللي بتكتب الجوابات، بتوصل الجوابات لزمايل. فكان بتيجي بقى الرد، عايزين فلوس، عايزين نجيب تلاجة، جبنا تلاجة وعايزين القسط وعايزين التقديمة وبتاع فوق المصروف. فكثر المشاكل دي خلتني حلفت ان انا مش هتجوز. من سن 23 سنة قلت احلى حاجة احلف علشان يبقى ايه مظبوطة معايا. الرواية بتاعت فوزي عبد المنعم. وبعدين انا حضرت ايام الملك، كان عندي 8 سنين. هنرجع للجزء ده طبعا، بس انت يعني بسبب المشاكل اللي كنت انت في العراق وبتكتب جوابات بين الناس لزمايلي، لزمايلك. والرد اللي بيجي كان كله مشاكل، انا بقراه وبطلع عليه وكله مشاكل مادية. فقلت خلاص مش واحد اتنين تلاتة اربعة، فقلت لا خلاص، قلت مش هتجوز، انا مش هتجوز واحده احسن من مرات فلان ولا مرات فلان، خلاص انا ارفض الجواز من بابه كده، وكده اعيش ملك مع نفسي، انا يومي يعدي سعيد عليا، ابقى خلاص معايا يا باشا. معاك. فالحمد لله، المهم ربنا يديني الصح. ربنا يديك الصح. وانا حصلت لي حادثه، من حادثه موتوسيكل كسر لي رجلي الاثنين، انا ماشي على عكازات من 7-8 سنين. الف سلام عليك. وبعدين الله يسلمك. وبعدين انا ليا اصدقاء في السعوديه، و يعني في واحد صديق عزيز عليا جامد اسمه الحاج عطيه، سعودي، وبينزل كده على طول 5-6 اشهر، وينزل مرتين في السنه. بس حكايه كورونا دي ربنا يتولى الجميع. حكايه كورونا دي يعني ما نزلش بقاله فتره، فعزيز عليا جدا، ويبعت لي زملائه ويعمل معايا الواجب صح. تمام. عم فوزي، كنت عايز اسالك سؤال، انت ما حاولتش قبل كده ترتبط؟ يعني ما ارتبطتش كده لا، انت قلت لي خالص، حكيت لي قصه ارتباط، قصه حب بس كانت فاشله. احكي لنا بقى القصه دي. قصه الحب دي كانت واحده جارتي عند المحل بتاع ابويا عند الدمرداش، بس كان ابوها كشر، ما يمشيش يسلم على حد ولا يقول لحد السلام عليكم. فيمكن هي النقطه دي اللي خلتني ان انا سبت الموضوع ده، لغيته وانا حزين في نفسي، وهو كان اول حب واخر حب بالنسبه ليا. نهايه الموقف ده. ازيك يا عم فوزي؟
الله يخليك، ازيك يا محمد، ازي صحتك، يعني اخبارك ايه؟ زي ما انتم شايفين حاله حب كمان من الجيران هنا. الله يخليك يا باشا، اتفضل يا باشا. نجيب اي حاجه ساعه او عشاء. يعني زي ما انتم شايفين الروقان اللي قاعد فيه يا عم فوزي. اسالك برضه، يعني انت حماقه الراجل اللي ابو اللي انت كنت مرتبط بيها كان راجل كشري. فانت قررت اللي انت لا خلاص مش انا مش هقدر اتقدم له، هيرفضني. فانا ما احطش نفسي في وضع احراج، لا انا ولا ابويا ولا حد من عيلتي. والدتي برضو عشان تروح برضو الموقف صعب. تمام. هيحرجنا مفيش محال. فانا قلت خلاص بقى اتصل وسافر بقى عشان تبعد وتنسى الموضوع شويه. بعدها سافرت العراق. سافرت العراق وزهقت اصلا بعد ما لفيت كده على كام دوله وما عجبنيش الا العراق بقى. زهقت من فكره الجواز خالص. على اساس بقى الصنعه بتحكي هناك. طب اسالك سؤال يا عم فوزي، هل انت سعيد؟ يعني سعيد والله سعيد بقرارك اللي انت بتتجوز؟ جدا جدا انا في منتهى السعاده، بس ربنا يديني الصحه ويديني الستر. ربنا يسترها معايا ويديني الصحه، مش عايز اكتر من كده. انا راجل فقير جدا يعني من الاخر، ويمكن المرتب اللي بيدخل لي 450 جنيه معاش الدولة. ولكن انا اخواتي ولادهم والله بيسألوني على طول، عايز حاجة، ناقصك حاجة، مش عارف ايه. فدي بتكفيني، حتة الحب دي من اخواتي ولادهم بتكفيني جدا، وربنا يسترها مع الجميع. الناس كلها يعني فرحانة بيقولوا انت راجل عسل وجميل. كلمنا عن صحتك برضه، انا بقول لك ده شكله شباب. يعني انا يعني هقول لك حاجه، اتفضل. انا نفسي العب كوره بس هتطلع لي حادثه، مش هقدر العب كوره. انا كانت امنيتي ان انا اطلع لعيب كوره، ما حصلش نصيب. طيب كلمنا بقى عن يومك يا عم فوزي، انت يومك بيمشي ازاي؟ يومي من البدايه كده، من الصبح بتعمل ايه؟ يعني انت راجل من غير زوجه ومن غير 10 بقفل الشقه وبروح عند اختي جوزها متوفي وعندها 3 اولاد، اللهم صل على النبي عليهم، ربنا يديهم الصحه ويفرجها عليهم ويعوض عليهم خير. واختي الثانيه معاها ولدين، ولد موظف في المستشفى هنا وولد امين شرطه قديم، يعني بقى له 20 سنه. تمام. او كام وعشرين سنه. وليه اخواتي كلهم يعني الحمد لله، يعني ربنا مرضيهم ومرضيهم في اولادهم، ودي اهم حاجه، ان ربنا يبقى مديهم الصحه. وكلهم بيتحايلوا عليا على طول الخط، هم ولادهم. اللي انت تتجوز يا خالي؟ لا خلاص بقى، ما هم عرفوا الحته دي بقى، عرفوا ان مراتي الشيشه. هم عرفوا ان مراتي الشيشه، قالوا لي خلاص دي مراتك بقى الشيشه يا خالي. طب ما حاولوش مره يجيبوا لك مثلا عروسه؟ طب بص، جابوا لي كتير، جابوا لي كتير وتحايلوا عليا وجيران ناس محترمين جدا، بس انا خلاص انا حلفت ورفضت، خلاص رفضت رفضا باتا. مفيش واحدة جابت لك هدية كده زمان، أي حاجة؟ زمان كولونيات وورد وبتاع وفل، ويعني شاب ونظيف وجنتل وحلو، ويعني كل الدنيا ماشية تمام معاه. بس برضه ما اتجوزتش. بس برضه رفضت. رفضت؟ من بعد الموضوع الأولاني ده أنا رفضت، وسبب سفري هو يكون الموضوع ده. وتغربت كتير بقى، وحضرت حرب العراق وايران، ومرضتش انزل، يعني زمايلي كلهم بقوا ينزلوا وراح اوصلهم، وانا اللي فضلت قاعد. وتبص عليا بالنسبه للمعلمين صحابات الورش، تبص على ايدي بالرطل، الرطل بتاع زمان، مش الوقت بتاع دلوقتي ولا الكيلو بتاع دلوقتي، خلاص. فأنا عايش كده 100 فل و7 يعني. وبعدين أنا من أيام الملك بقى، كان عندي 8 سنين أيام الملك فاروق،
ملك مصر والسودان، عصيرة الملك فاروق، ملك مصر والسودان حضرته، كان عندي 8 سنين في الوقت ده. وبعدين جت حكاية الثورة عبد الناصر الله يرحم الجميع، وبعدين جه مبارك، وبعدين جه اللهم صل على النبي السادات، وبعدين اخر واحد بقى في العهد بتاعنا ده ربنا يديله الصحة دايما يا رب، الأستاذ عبد الفتاح السيسي، ده يعتبر بقى ملك مصر وأفريقيا، مش ملك مصر والسودان، ده يعتبر ملك مصر وأفريقيا كلها، لأن بيروح كل دولة وبيروح يعمل شغل جامد، وعمل شغل في مصر هنا مفيش حد عمله من مليون سنة، وربنا يديله الصحة الراجل ده، الراجل ده عسل يعني، لو كان أنا كنت بتمنى إن هو يكون أبويا. وبعدين يعني ربنا يديله الصحة دايما يا رب، والشعب مصر كله بيحبه يا رب، ومعتبره ان هو والد، وهو فعلا والد للفقير وللغني، والد، وربنا يديله الصحة دايما يا رب يا رب، ويعمر مصر ويخليها قشطة، يخليها اجدع من دول الغرب كلها. وهو فعلا الراجل ده راجل نزيه نزيه نزيه، وكل الخير فيه والصحة، وهو ماشي بدعاء ربنا، وكل كلمة بيقولها بدعاء ربنا.